بالنسبه انا نقابي بدك على شويه نقاب وعلاقه الحزب الشيوعي مع النقاب لقد يتكلم اخويا خاطر ما كانش برشا أزمة 78 مش كما يحكوا فيها بالتلابس والجرايد الواحد أنا عارفها مليح وعملنا إضراب تاع وظيفة عمومية في 6 نوفمبر 77 وكان حزب دستور قبل إيش يقول؟ يقول خاطر حزب شو قبل مسمى على حزب الخدام هاي الشغيلة وين تبرز وجودها تبرز في مواقفها كسر الاتحاد جات لي موفمون تاع ديمي كدربات كيف كيف قوى بطل الجرافات واحد قتل الاتحاد على خاطر شيوعيه وانتم تعاونوا تقولوا البلاد بس حرب الكرات كانوا يقولوا تقبل انا عندي شويه خاطر مستقل ما نجي تبع حتى حد انا عندي عاطفه مع الحزب بالمسار مع التسجيل بعد المسار وبعد قطب كل واحد كيف انتهى بالنسبه للحكومه الخويا اللي كتبوا لنا الاخ العميد لا يعوموا الناس في القهوه في الشارع ما يحكوا فينا يحكوا فينا والوضع تو قدامنا بزاف زي ما بقى عالي انتخابات اذا كان القوات التقدميه والقوات الديمقراطيه ما تلمش روحها ما تلمش روحها وتعمل يد واحده خاطر هو نستنوا المجلس المجلس النواب والقوانين واحد ما عندي ياسر مزيون استنوا بها كيف يحب تنتظر منها حتى شيء بس انه منها حتى شيء قالت الكلمة سيد المعروفي والمدام قالت مدام التي قالت بوت اوتيل حتى الحزاب الموجودة كل واحد ما لا يحب يتزاعم ويحب يقعد بروحه وانا بنعمل بدني مش صحيح مش صحيح مهما تخبوا مهما تعملوا ولا بتوصل حتى شيء اللي كان الاحزاب فرد كل واحد وحده مش كل واحد مو زي موسى واحد مغادر واحد مغادر ونبقاو نفس التكتب ولذا انا دعوة تكتبوا من الجلسات هذي تكتبوا منها وتحاولوا باش تلموا الشمل المعارضه وك الاحزاب الاخرين وقت كوليكا ونمشوا للبوت يتيم في الكوبا خاطر الوضع ما راهو ما عادش يتحمل حتى اللي بحال قرب بدينار بسبعة وخمسين وين ماشيين خاطر انا نحس اللي الحكومة الموجودة تو بدات تتحكم بالموضوع نحس الحكومة الموجودة هذيا لما ثم ثورة تجي معايا ثورة راح تطول لا خاطر تو مخلي حتى شيء تو الاتحاد يطالب بضرب عام ما محتاج الاتحاد يطالب بضرب عام الناس كلها تحب تضرب ما تقول المحزب تنزل نزرة شو ما نزل تلعب معي ما أنا رأي ما أنا ما تدولش خدمة كبيرة ويزم للأحزاب اللي الموجودة اللي خارج الحب تلم مروحة وإذا ألزم كما قلت بوضع كيل وتمسل وحاول تكون بشي كون أما أنا رأب الظلام مرة حتى تعاوني مرة حتى راه في ناس من ناحية العقل لا كفاءة لا حتى بيزو حتى